احنا مش قادرين يعني نعرفه انه هم بيشوفش، بس هو ما بعرفش حاسس ولا مش حاسس، يعني مش متوقع انه يكون حاسس الولد. اذا تروح تطلع في السياره انت تطيش خبرنا بس لا مش مطولين لأن اليسرى تم استفراغها من أول لحظة في الحدث، كانت متفجرة. العين الثانية كانت موجودة وللأسف يعني حاولنا أنهم يعالجوها في مصر، لكن أراد الله فوق كل شيء ما استطاعوش أنهم يعالجوها. تم ضمور في العين ونتيجة التهاب شديد وحاد في العصب البصري، له عمليات تجميل وتركيب كور اصطناعية، بس تركيب كور اصطناعية وعمليات تجميل. في مصر ادونا قالوا لنا بعد شهر ونص ان شاء الله بده يرجع يستكمل مرحله العلاج تاعه. يعني اهم شيء عندي انا الان يعني اللي بقدر انه محمد لسه ما اخذش في مرحله التعليم حاجه، هو في الصف الاول ابتدائي، فالان هو المرحله التعليميه هي التحدي الاصعب الي لمحمد، على اساس انه بدنا يتوفر له فرصه تعليم جيد. هو بحكيش، بس انا من احساسي يعني كأم يعني بحس انه يعني هو يعني عشان الكور حكوله بفكر لقدام انه يعني بده يشوف، يعني لما يركب الكور بده يشوف. هو يعني ما عندوش علم انه يعني الكور هذول يعني انه يعني شيء يعني زي منظر. سألته السؤال بقول له انت بدك انت شايف؟ بحكي لي انا بشوف اشي بسيط. بقول لك ايش البسيط اللي شايف؟ بس ايدي، بس ايدي يعني اشي خفيف.